أهلا بيكم. على فترات، ممكن تكون يومية، ممكن تكون أسبوعية، بنقرأ أخبار عن فقدان أطفال أو خطف أطفال. المولات الكبيرة تلاقي فيها الميكروفون الدائم بيعلن عن إن في طفل اسمه كذا ولابس كذا ومش لاقينه، وعلى من يجد هذا الطفل يبادر مثلا بتسليمه لأقرب بوابة أمن. عمال تقرا حوادث كتيره. هل نملك الجرأة في البرنامج النهارده ان احنا نقول هل اصبح خطف الاطفال في مصر ظاهره؟ طب مين اللي بيخطفهم؟ طب الخطف علشان يتصلوا باهاليهم وياخدوا منهم فديه، ولا بياخدوا الاطفال يسرحوهم في الشوارع يبقوا متسولين، ولا في حاجات اكبر من كده؟ ياخدوهم قطع غيار بشريه مثلا. مش عايز ارعب حد، بس ده بقى ظاهره، لدرجه ان في احد المواطنين عمل صفحه على الفيسبوك بتتناول ده، بتتكلم عن ظاهره خطف الاطفال في مصر. في اطفال كتير عماله تتوه. الصفحه اسمها اطفال مفقوده، خشوا دلوقتي على الفيسبوك تلاقوها. احنا النهارده في الفقره الرئيسيه في المصري افندي 360 بنناقش ظاهره، مش هقول لك خطف الاطفال يا عم، اختفاء الاطفال. الولد ينزل يلعب قدام بيته ساعتين ما تلاقوش. هنفتح الملف ده النهارده في انتظار تليفوناتكم، لو ليكم ملاحظات، لو مريتوا بالتجربه دي عايزكم تشاركونا بالراي وتقولوا لنا ليه.